عادل بيه تأمرني بأي خدمة تاني؟ تأمرني بأي خدمة تاني؟ لا ما تحرمش. شكرا. فكوها ب 100. ها؟ فكوها ب 100. أهو بالمرة استناكوا برا وتكونوا خدتوا راحتكوا في الشقة. بقول لك إيه؟ ما تيجي معايا نروح عند الكوافير تعمل شعرك كرياتين زيي عشان تليق على الشقة. يا عادل بيه. عادل فكر شحاتة. وأنت كمان لازم تفكري ليك في اسم كده، نغم، ندم، أي حاجة. وأنا أعمل كده ليه؟ هربانة من إعدام ولا هربانة من إعدام؟ يا ولية يا واطية.